ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة ومكملين معاكم. نهارك سعيد. وزي ما قلت في بداية الحلقة بحب يبقى سعيد جدا ان يكون في شاب مصري بيمثل مصر في اي محفل دولي. فالنهاردة معانا عبد الرحمن ماهر، هو اصغر شاب في مصر بيمثل مصر في اولمبيات الهند للطهي. وطبعا احنا عارفين طبعا البنات كلها هي بتحب المطبخ والحاجات دي كلها، بس لما بيكون في راجل الموضوع بيكون مختلف شوية وبيتفوقوا صراحة، يعني نكون صراحة يعني بيتفوقوا. فطبعا دعم مننا للشباب المصري ودعم مننا كمان من خلال نهارك سعيد بندعم عبد الرحمن وبنتمنى له كمان التوفيق في المسابقة الجاية اللي هيمثل فيها مصر في الهند إن شاء الله، وهو مسافر متهيألي يوم 26 يناير. أهلا بيك يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا يا فندم. ومنورنا في نهارك سعيد. ربنا يخليك. ومبروك على فوزك في المسابقة هنا وتمثيلك لمصر إن شاء الله وفي الهند. بس في البداية بقى خالص عايز أعرف ايه اللي شدك للطبيخ؟ هو في الاساس هو فن راقي جدا يعني. طبعا هو طبعا. فاللي بيفكر في الفن ده بيفكر في الطبخ بالشكل ده بيقدر يوصل لمراحل كويسه جدا. بس احنا عندنا الفكر في مصر مختلف شويه، احنا ما عندناش الفن ده. فاحنا بنستقطب الفن ده من بره. لا بس عجبتني ان انت استخدمت لفظ فن الطبخ لان هو فعلا فن. اتفضل. هو فن فعلا يعني راقي جدا يعني. بس احنا بنحاول نوصل حتى في جميع المراحل اللي احنا بنشتغل فيها او في جميع الاكاديميات اللي احنا مثلا بندرس فيها او في الكورسات اللي بناخدها، بنحاول نوصل ان احنا بنعلى بالفن ده جدا وبنستقطب الفن ده برضو من بره من الناس طبعا. اللي هم عندهم خبرات عاليه جدا. اكيد. فبنحاول احنا نعمل يعني كريتيفتي زياده في الاطباق، وبنعمل مثلا تيستي زياده في كل حاجه احنا بنستخدمها عشان المنتج واحد، الخضار واحد. بس الفكر اللي بيختلف، الابداع اللي بيختلف. فانا ممكن ان انا يعني اي حد ياكل طبق كويس جدا ما يعرفش هو معمول ازاي. ده بيوصل هنا الكرياتيفيتي بتاع الشيف او الابداع بتاع الشيف، ان هو يقدر يوصل ان انا اخلي الجست اللي قاعد قدامي ده مستمتع جدا بالطبق، في نفس الوقت يكون ساكسفاي راضي جدا من جوه ان هو بياكل طبق زي كده. والبرزنتيشن كمان مهمه جدا. صح بالظبط. انك طريقتك. طب قولي بس انت ايه خلاك تاخد موضوع الطبخ ده بطريقه مور بروفيشنال زي ما بيقولوا او بطريقه اكثر احترافيه؟ هو انا جيت اشتغلت من حوالي 10 سنين في المهنه دي. فكل سنه بتعدي على الواحد بيحاول يشوف لا حاجه خبرة. وعايز اشوف جديد. عايز اكتر، عايز اعلى، عايز احسن. فببدا الواحد بياخد كورسات بيطور نفسه، بيبدا يغير مجال شغله عشان خاطر يعلى في الكارير بتاعه. وبعد كده انتهى بيا المطاف يعني ان انا فعلا اللي بيقدم في مصر يعني هي اكاديميه فنون الطهي، هي دي اللي انا بدرس فيها وهي دي اللي مرشحاني يعني. هي بس انت اصلا حابب الموضوع، مش مجرد بس ما ان خلاص هي دي الاكاديميه اللي خلاص ما جبتش مجموعه فانا اعمل حاجه وخلاص، بس انت حابب اصلا الموضوع. هو انت عشان ومامتك بتعرف تطبخ؟ الحمد لله. وبتشجعك على الطبخ ولا لا؟ وزوجتي كمان ومراتك كمان. الله. طب حلو جدا حلو جدا. ده كده. طيب قول لي بقى المسابقه اصلا حصلت ازاي هنا في مصر، ومن خلالها انت كمان اترشحت انك تكون اصغر شيف مصري هيمثل مصر في اولمبياد الهند. عايز اعرف بس الاول المسابقه هنا كانت ازاي، وبعد كده بعدها نروح بقى الهند. هو احنا هنا في الاكاديميه اتعرف اوريدي لجنه الاولمبياد اول مره اتعملت كانت السنه اللي فاتت في 2015. ما شاركتش فيها مصر خالص، فدي اول سنه تشارك فيها مصر. اتعمل عندنا امتحانات ومسابقات تصفيات في الاكاديمي جوه لحد ما الحمد لله ربنا كرمني، كنت انا الحمد لله يعني اختاروني عشان خاطر. كانت ايه معايير الاختيار بقى يعني؟ المسابقه كانت عامله ازاي؟ كان في اكزام امتحان ورقي، كان في امتحان عملي، كان في اوريدي الاكزام بتاعنا العادي في الاكاديمي. بيبدا الشيف يعمل سبوت علينا بشكل معين وبيبدا يختار اكتر شيف كريتيفيتي، اكتر شيف واقف ستاندر كويس، واقف بشكل محترف. ده كان من ضمن المعايير يعني اللي هو الشيفات اختاروا على اساسها. والحمد لله يعني ربنا وفقني وخدت ان هم اختاروني في الاكاديمي. وبقيت اشتغل بعد كده ان انا اطلع للمسابقه بتاعت الهند. الفكره بتاعت الهند ان هي جميله جدا في حته ان هي اوريدي فيها حوالي 67 دوله مشاركين. مفيش دول عربي كتير، مفيش دول عربيه كتير جدا مشاركه في الموضوع ده. وانا اول مصري اطلع، فاحنا على امل ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا بحاجه كويسه. طب قول لي بقى في المسابقه اللي كانت في مصر، يعني زي ما انت قلت كان في امتحان ورقي واكيد كان في امتحان عملي. كان امتحان عملي كان الاطباق ايه؟ احنا عندنا اكزام ليفل كذا ليفل في الاكاديمي. فهو فكره ان هو يعمل اكزام معين ان هو ما يقولش ان هو هيبص عليك او هيعمل سبوت عليك. ان هو بيركز على الاكزام بتاعك العادي خالص بتاع الاكاديمي. فبيبدا يشوف حاجات هو بيستقطبها من فكره هو. وغير كده وكده كمان بيبقى كان في اكسبيرينس قبليها في مسابقات لايف كوكينج، هو بيبقى اوريدي متابع الشيفات دي عملت ازاي في كومبيتيشن وبعد كده عملوا ازاي في الاكزام في الاكاديمي. يعني في تاهيل انك توصل للمسابقه دي. هايل.
في مجرد ان هو بس يطلع عشان يمثل مصر. وحاليا احنا شغالين بقى لنا شهرين دلوقتي في الاطباق بتاعتنا انا والمينوتر بتاع الشيف خيري انور. ايوه استعداداتك بقى فعلا للهند هتكون عامله ازاي؟ واحكي لي كمان عن المسابقه وفعاليتها هتكون قد ايه والكلام ده كله. احنا ان شاء الله هنسافر يوم 26، هنقعد ان شاء الله 7 ايام او 8 ايام. عندنا 3 مراحل في المسابقه، بنقدم طبقين في الراوند الاولاني وطبقين في الراوند الثاني و 12 طبق في الراوند الفاينل ان شاء الله. اول راوند 90 دقيقه، ثاني راوند 90 دقيقه، ثالث راوند 3 ساعات. دي بالنسبه للمسابقه. هنروح من بلد لبلد جوه الهند، بس احنا ان شاء الله هنوصل نيو دلهي ونبدا نتحرك من هناك نروح كذا راوند. يعني في استعداد خاص يا عبد الرحمن؟ هل بتستعد استعداد خاصه للمسابقات من النوعيه دي ولا لا؟ احنا بقى لنا شهرين دلوقتي انا والمينوتر بتاعي الشيف خيري انور، شغالين على الطبق بقى لنا شهرين، على الاطباق كلها بقى لنا شهرين، وبنبدا نغير في البرزنتيشن، نبدا نغير في التيست بتاع الحاجه، نبدا نغير في الصوصات. معسكر تدريب يعني بقى لك مده شهرين. هو احنا بقينا 5 ايام في الاسبوع شغالين بنتابع الموضوع ده، الحمد لله يعني وصلنا لاطباق كويسه جدا. هتقدم ايه بقى من الاكلات في المسابقه؟ هو بيحدد باسكت انجريديان معينه، بنزل خضار معينه، ان هو اعتماد كل الفكر بتاع الاولمبياد ان هو عايز يشوف الكريتيفيتي بتاع الشيف. اوكي. عايز يشوف الفكر بتاعه عامل ازاي، عشان كده واخد عليها حتى في الجادج اكبر بوينت عليها ان هو يقدر يحاسبني فيها، ان هو اوريدي زي ما قلت لحضرتك يعني هو الخضار واحد في كل دول العالم. طبعا. بس هو عايز يشوف الكريتيفيتي او الابداع من الشيف خارج ازاي. فهو ده اللي هم حاكمينه يعني. هي مسابقه افراد ولا هي مسابقه مجموعات؟ لا وهتحتاج معاك كام مساعد؟ لا هي افراد، بيبقى فرد واحد اللي هو الستودنت اللي هو الشاب اللي هو انا، ومعايا المينوتر ده اللي بيقوم بتوجيهي اللي هو الشيف خيري، ومعايا بيبقى فيه واحد كومي فرد صغنوني كده هندي. جميل. انت بتتميز باني نوع من انواع الاكل يا عبد الرحمن؟ انا بحب اللي هو الفيوجن كيتشن، هو المطبخ الاندماجي، اللي هو ازاي انا اقدر اوصل لحضرتك مثلا طعم فيه اوريدي سموكد مع صوري مع الياف مع بروتين، الحاجات دي كلها جديده لما حضرتك فيها كرياتيفيتي عاليه يعني صح. عشان كده فيها ابداع عالي جدا فيوجن كيتشن ده بالذات، او اللي فيه مزيج بالزبط من كل المطابخ صح؟ اوكي. هو الفكره ان انا اقدر ازاي اشوف اطعمه متماشيه كلها مع بعض عشان اقدر اوصل لحضرتك تاكلي مذاق معين توصلي بيه الفكر التاني خالص في موجود في العالم. هي دي الفكره بتاع الفيوجن كيتشن، ده احسن حاجه بتتعمل في كل حاجه، حتى في المطبخ البارد او المطبخ السخن او الديزرت. بس انا اكتر مطبخ بحبه المطبخ البارد. المطبخ البارد اللي هو فيه السلطه، فيه الابيتايزر، فيه المقبلات، فيه الكلام ده. اوكي. لكن طب والاكل الشرقي بتاعنا؟ لا لازم يعني بتعرف تعمل الباميه بتاعتنا والحاجات الحلوه دي ولا لا؟ لازم. لازم عشان انا اقدر اعرف بلادي بره، لازم اعرف بلدي انا اعمل اكل فيها ازاي مظبوط عشان ابدا ابص لبره عشان ابقى شيف ناجح. صح صح فعلا عجبتني فعلا. برافو 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 يعني. طب قول لي استفدت ايه من الاكاديميه؟ يعني اكيد فادتك بحاجات كتيره قوي. جدا الاكاديميه بتعلم حاجات كويسه جدا، بتعلم من اول هسبيتاليتي الضيافه، بتعلم من اول ماسكه سكينه، بتعلم ازاي اساليب الطهي مظبوط، بتعلم كل حاجه فعلا في مجال المهنه، وحتى الشوامل الاحتياجات بتاعت الحوامل يعني المهنه نفسها في حاجات بتشملها، حتى دي كمان هم بيعلموها لنا في الاكاديميه بجمال المينوتر يعني اللي موجودين هناك. هم عندهم فكر عالي جدا وبيقدموا شغل محترم جدا يعني، فعلا بيخلي فعلا الراجل اللي خارج من الاكاديميه بيطلع السوق فعلا بيقدر يشتغل بشكل بروفيشنال جدا قوي يعني. طب عبد الرحمن ما جاتلكش فتره كده قلت انا مش عايز اكمل في الشغلانه دي، انا مش عايز ابقى طباخ، انا مش عايز لا انا عايز ابقى حاجه تانية، عايز ابقى دكتور، عايز يبقى عندي يعني تايتل؟ اصل في ناس كتير قوي بتحلم بالتايتل ده، بتحلم باللقب ان انا ابقى مدير، او إن مع ان مش هي دي الحياه خالص يعني. انت ممكن تكون ناجح في اي مجال بس ما جاتلكش اللحظه دي؟ هو انا مادام انا اوريدي انا شغال في مهنه انا بحبها، مش شغال فيها عشان اخد برافو باخد منها فلوس، فانا اوريدي هفضل مكمل فيها طول عمري لان انا بحبها. فهي هتديني فلوس انا احبها، هي اوريدي هتحبني فهتديني فانا اخد منها. اصل عارف ليه يا عبد الرحمن؟ انا عايزاك فعلا ان احنا نوجه رساله للشباب، رساله للشباب انه الشغل مش عيب، وان اي حد بيحب حاجه فعلا. لا خالص. طيب انا عايزاك انت بقى توجه رساله للشباب. لا خالص، انا كنت مش اول ما طلعت من التعليم بتاعي اشتغلت شيف، انا اشتغلت سيور بمسح صحون وكنت بمسح ارضيه عادي خالص زي اي حد عادي. برافو عليك. بس هي الفكره كلها ان هو الاجتهاد اللي ربنا بيكرم عليه فعلا. صح. انا اجتهد في شغلي واحبه جدا وابدا اطلع الابداع بتاعي فيه. فهو فعلا انا ربنا هيكرمني عليه، فهي الرساله فعلا موجهه لكل شاب ان هو فعلا يحب اللي هو بيعمله جدا عشان ربنا هو اللي هيجازيه. ربنا هو اللي هيجازيه فعلا وهيديله قبل كده، عشان اوريدي انا حامل علم او طالب علم، فانا ما دام طالب علم ربنا اوريدي هيجازيني عليه وهيوصلني لمراحل كويسه جدا. صح.
صح يا عبد الرحمن. طيب انا عايزه ارجع بقى معاك لفكره بدايه حبك للمطبخ والطهي عامه. بدأ من امتى؟ ولا لقيت تشجيع من البيت، ولا اقول لك لا يا ابني مش هتعرف تعمل حاجه بالكلام ده واشتغل احسن محاسب ولا اشتغل؟ فعايز اعرف الموضوع بدأ امتى، واول طبق عملته مثلا، الحاجات اللي هي اللي ممكن تكون فيها سنه كده بعض السبايسز زي ما بيقولوا. انا اول ما بدات ابدا امسك بس السكينه واقف في المطبخ شويه كنت في اعدادي، وبعد كده اتطور معايا الموضوع لحد ما وصلت اخر سنه في اعدادي، وبعد كده ثلاثه ثانوي الفندقي بقى. ثلاثه ثانوي الفندقي كان اخر سنه في اعدادي، كنت بحب اعمل انا حاجات بقى في رمضان واشارك بقى امي في بس البيت اطباق اطباق ولا كنت لا لا بتعمل ما فيش، انا كنت بطبوسين؟ ممكن اعمل شويه سلطه في 4 5 ساعات يعني. الموضوع كان لسه، فبدا الموضوع معايا من ساعه ما دخلت ثانوي بقى، كانوا بيعلمونا حتى ازاي ان احنا نحافظ على الكوست، او ان احنا نعمل تورتايه كامله في 2007 الكلام ده، نعمل تورتايه كامله ب 9 جنيه. 9 جنيه؟ اه بجد والله؟ اه والله. اسمعي بقى يا ماما والنبي. ده حد ذاته فيه ان هو بيعلم اوريدي الراجل اللي اوريدي الفندقي ازاي يقدر يحافظ على التكلفه بتاعته، وازاي يقدر يحقق اعلى المقاييس بتكلفه قليله جدا، وده من اساسيات المطبخ اوريدي اللي احنا بندرسها حاليا في الاكاديميه كمان. عايز اعرف ايه اللي انت من وجهه نظرك شايف انه بينقص الطالب المصري، او في طالب بالذات في الفندقه، في الفندقه يعني عشان بس نتكلم لغه عربيه مظبوطه، فندقه بالذات، وفي نفس الوقت في قطاع الاعمال زي القطاع ده، لان القطاع ده يعتبر جزء بسيط قوي من قطاع السياحه اللي احنا طبعا بنامل ان هي ترجع مره تانية. بس خليني اقول، انت كشاب شايف ايه اللي بينقذ القطاع ده في مصر عشان نكون على رانكينج عالي مقارنه بالعالم يعني؟ هو الفكره عندنا ان ممكن يكون احنا بنفقد شويه الفكر الاداري. صح، الفكر هي مصر اصلا محتاجه الفكر الاداري في الفندق بيشمل كل حاجه، من الفكر اول الاداري من اول الاونر بتاع الفندق او الاول الشركه المالكه للفندق، لحد اوريدي العامل اللي مثلا بيمسح حاجه او بيشد ارضيه، لحد العامل البسيط جدا اللي شغال فيه. هو الفكر الاداري هو دي مشكله جامده جدا عندنا. فقيس حضرتك بكده على كل مثلا الاقسام اللي موجوده في الفندق، في حوالي اكتر من 18 قسم في الفندق. صحيح، وكل قسم بيضم حوالي 100 150 فرد عامل. فكل 150 فرد عامل ده، كل فرد المفروض ان هو يكون على واحد يعمل عليه سبوت، او يعمل او يشيك عليه او يبص عليه او يراجع وراه. لا، هو الفكرة عندنا ان احنا بننقص خالص الفكر. طب هل هو مثلا ان انا كوني مثلا انا صاحب فندق، ان انا المفروض ان انا اهل العاملين اللي عندي او اديهم كورسز عشان خاطر يوصلوا لمعايير معايير عاليه جدا؟ برضو. لا، انا ما بعملش كده، انا بطمع في الربح العالي او الريت بتاعي العالي. صح، انا بطمح لكده. لكن هو لو اوريدي انا لو هطمح في ان انا اعلم العامل اللي عندي، فهو ده اللي هيجيب لي الدخل مره واثنين وثلاثه، وهو ده اللي هيخليني اوصل فعلا لمعايير ناجحه جدا وانا انافس بيها في السوق فعلا. فكره التدريب المهني كمان، صح؟ ده اللي انت بتقصده يعني. بالظبط. فكره الكورسات والورك شوبس، وازاي ان انا اقدر اهل العامل اللي عندي او الطالب المصري، او ان هو يكون على ستاندرز عالميه او على كواليتي عالمي، صح؟ بالظبط. هو احنا المشكله اللي حصلت، بس احنا عندنا مهارات، صح يا عبد الرحمن؟ احنا عندنا مهارات عاليه جدا. عاليه جدا. هو ده اللي بيعقدني، فاهمني ازاي؟ انا متاكده مصر فيها كفاءات عاليه جدا. عندنا شيفات في فنادق كثيره جدا يعني على معرفه شخصيه بيهم، بيروحوا اماكن وبيطلعوا بره مصر وبيمثلوا مصر وبياخدوا رقم واحد على العالم وبياخدوا الاول والثاني، فهم بيحققوا نجاحات عاليه جدا. واحنا عندنا فكر نقدر نطبقه، بس هي المشكله ان احنا ما فيش الفرصه ان احنا نطبق الفكر ده. لان يعني المنظومه نفسها لازم يكون فيها شويه تغيير. واحنا اوريدي يعني نفسنا ان احنا اوريدي ننجح في حاجه يعني في نسبه للسياحه والفنادق والاداره الفندقيه بالذات، لو استقطبناها من بره فاحنا هننجح جدا يعني. انت اول مسابقه تشارك فيها مسابقه الهند، ولا شاركت في مسابقات قبل كده؟ شاركت في مسابقه قبل كده في اللايف كوكينج، الطبخ الحي، في الهيس، في معرض القاهره الدولي للمؤتمرات السنه اللي فاتت. بس النوعيات من المسابقات اكيد بتثقلك نوعا ما، او بتستفيد منها اكيد. بتعلم الشيف كل حاجه، من اول العده اللي بيحضرها، من اول التكلفه اللي بيعملها للطبق عامله ازاي، البرزنتيشن، الشكل الفعلي للطبق، مكونات الطبق ايه، تحضيراته الاوليه من الاول للاخر ايه، كل دي بتساعده في الاوبريشن، في التشغيل اليومي بتاعه في المطبخ، ان هو يقدر يحقق حاجه كويسه فعلا، وهو بيراعي الجست او مثلا بيقدم حاجه كويسه للجسم، دي بتسكله في المهنه دي فعلا. طيب اخيرا عشان وقتي خلاص بينتهي معاك يا عبد الرحمن، بتمنى لك التوفيق يا رب. ميرسي جدا. ان شاء الله. واحنا هو دورنا كدور الاعلام ان احنا بندعم شباب مصر، وفي نفس الوقت اي احنا معاكم، وبتمنى لك التوفيق. بالظبط، ان شاء الله ربنا معاك. والان من حد معين في المسابقه، وحاسس ان هي منافسه، طبعا اكيد منافسه شريفه وهتستفيد منها، بس في مثلا بلد معينه حاسس ان يعني
لا هو احنا عشان يعني مصر اوريدي ما فيهاش احتياجات عاليه جدا يعني احنا اوريدي البلد اللي بتبقى محتاجه ان هي بتبقى مواردها قليله بتعمل كرياتيفيتي عاليه جدا في المسابقات اللي زي دي، واحنا بنتمنى نكون من الناس دي يعني. عبد الرحمن ماهر، شيف عبد الرحمن ماهر، بشكرك جدا على وجودك ميرسي معانا جدا يا وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المسابقه وتشرف اسم مصر ان شاء الله. وطمنا ان شاء ان الله شاء الله ربنا معاك بامر الله. يا رب. ميرسي جدا. شكرا. شكرا. فاصل سريع ونكمل معاكم باقي فقراتنا، فخليكم معانا ونهارك سعيد.